فوق إصبع العبارة، وذلك كفر عند كافة أهل الإسلام. هذا شو اسمه؟ إجماع. من مسألة خلافية؟ هذا القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي عم ينقل إجماع الأمة على تكفير من يثبت لله المكان والحيز والانتقال والجسمية. ما أجمل هالعبارة، عجيبة ما أجملها، سطرين جمع فيها المسألة وقال إنه من يقول بالتحيز بالانتقال بالمكان بالجسمية كافر بالإجماع. شيء حلو، يعني هذا اللي بيفهم بيعرف شو بيقول علماء المسلمين. أما هوليك سمعتوا شو عم بيقول ابن تيمية من أن الله يمس النجاسات والشياطين، هذا كتاب التوضيح الآن طبع في قطر، هذا الكتاب مخطوط 36 مجلد، 36 مجلد، اسمه التوضيح في شرح الجامع الصحيح لمين؟ لسراج الدين ابن الملقن الشافعي أبو عمر. ماذا يقول هنا؟ اسمعوا، هذا كتاب قدام عيونكم والنسخة الأصلية كلها موجودة عندنا، 36 مجلد طبع في قطر الآن لأول مرة، بالمجلد 33. اسمعوا عبارته، يقول: واستدل على ذلك، عم بيحكي عن المجسمة والمشبهة، إنه استدلوا بالآيات المتشابهة ليقولوا بأن الله جسم، واستدلوا على ذلك بهذه كما استدلوا بالآيات المتضمنة لمعنى الوجه واليدين ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء والهرول في الحديث، وذلك كله باطل وكفر من متأوله لقيام الدليل على التساوي في دلائل الحدث. ثم يقول قبل ذلك بسطر: خلافا لما تقوله المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام. يعني لو قال لك جسم لا كالأجسام عم بيقول لك كل هذا كفر وباطل. نعم، لو قال جسم لا كالأجسام، نعم، بس المعلق وهابي، المعلق ممغوص ما بيقدر تحت بيحكي، بس هون الأصل فوق بس تحت محروق المعلق، مجسم وهابي، إنه كيف عم بيحكي هيك المؤلف؟ لكن حكي لو قال جسم لا كالأجسام كفر وباطل. هذا مين؟ سراج الدين أبو عمر بن الملقن الشافعي. ثم في كتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي المجلد الرابع، الشرح لمين؟ لبدر الدين الزركشي. في المجلد الرابع اسمعوا ماذا يقول، هذه العبارة يعني كأنه صبيت عليهم الكاز وولعتهم من هالعبارة، اسمعوا. بيقول: وقال أحمد من قال، يعني عن مين؟ عن الله، جسم لا كالأجسام كفر. آخر سطر في المتن هون عم بيقول قال أحمد، مين يعني أحمد؟ ابن حنبل، وهم ينتسبون إليه كذبا وزورا وبهتانا. إذن هذا الإمام أحمد يكفر من يقول عن الله جسم لا كالأجسام، وكذلك ممن كفر من يقول جسم لا كالأجسام مين؟ مين؟ من الحنابلة، شيء عجيب هذا، ابن بلبان بكتابه مختصر الإفادات يقول: فمن اعتقده جسما أو قال إنه جسم لا كالأجسام كفر. وهذا حنبلي، شيء عجيب، وهذا حنبلي. وهنا كفاية الأخيار للحصني بيقول: وجزم النووي في شرح المهذب في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة بتكفير المجسمة، وهو الصواب الذي لا محيد عنه. هذه العبارة هون بيقول:
قلت وهو الصواب الذي لا محيد عنه. وجزم النووي بتكفير المجسمة، شو عم بيقول؟ وهو الصواب الذي لا محيد عنه. آخر شيء، آخر شيء لأنه خلص الوقت، مش المواضيع والكتب والوثائق. شرح البخاري لمين؟ لابن بطال. مين ابن بطال؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني بينقل عنه. الحافظ ابن حجر بينقل عنه بالجزء العاشر بشرح البخاري لابن بطال، اسمعوا، فبصحيفة 432 يقول: تقول المجسمة من أنه جسم لا كالأجسام، واستدلوا بهذه الآيات لمعنى الوجه ووصفه لنفسه بالإتيان والمجيء، وهذا كله باطل وكفر. لو قال جسم لا كالأجسام، وممن كفر من يقول عن الله جسم لا كالأجسام؟ مين؟ الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه شرح فتح القدير في المجلد الأول في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة قال: وممن نكفره المبتدع الذي وصلت به بدعته للكفر كمن يقول جسم لا كالأجسام. قال نكفره ولا تصح الصلاة وراءه. هذا الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير، وهذا اعتقاد الإمام أحمد، ينفي عن الله الجسمية والشكل والصورة والأعضاء. وهم يقولون لماذا هذا النفي التفصيلي؟ لأنه بدهم يقولوا هن بالتجسيم، لا يرضيهم لا يعجبهم أن تنزه الله عن كل صفات المخلوقين. لكن أبو حنيفة ماذا قال؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر. والشافعي ماذا قال؟ المجسم. والسيوطي ماذا قال؟ المجسم كافر قطعا. شو يعني قطعا؟ بلا تردد، بلا توقف، بلا خلاف، بلا شك. ولا عبرة بمن خالف ذلك. والحمد لله الذي نصر أهل السنة وأظهر معهم الدليل، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نهلل ونصلي على النبي.